الخميس 13 يناير، وفاة رجل السياسة المصري المحنك ورئيس مجلس الشورى ورجل المخابرات المصرية الأسبق، المخابرات العسكرية المصرية الأسبق صفوت الشريف. توفي منذ قليل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق، رحمة الله عليه وعلى المسلمين جميعا، اللهم لا شماتة، وفي دار عدل ربنا بيحاسب الناس فيها. ندعو له بالمغفرة وللمسلمين جميعا ولكل الأموات. صفوت الشريف، نقول نبذة مختصرة عنه في دقيقتين. أولا ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لفيديوهاتنا. احنا دلوقتي الساعة 1 بالليل، ليلة الخميس يعني الفجر الخميس جاي. صفوت الشريف مواليد 19/12 سنة 1933، توفي النهاردة 13/1/2021. سبحان الله، يعني هو في شهر واحد تم عزله من مجلس، من رئاسة الحزب الوطني في 2011، وهو توفي برضه في شهر واحد، سبحانك يا رب، أيام ثورة يناير. سياسي مصري حصل على بكالوريوس العمولة العسكرية، ولديه الجنسية الأمريكية، وأحد ضباط المخابرات العسكرية في الستينات قبل محاكمته من محكمة الثورة سنة 68. يبقى كان أحد ضباط المخابرات العسكرية لحين قامت الثورة وتم محاكمته سنة 68، وتم عزله، أو يعني انه يسيب المخابرات العسكريه. رئيس سابق لمجلس الشورى ورئيس امين عام للحزب الوطني السابق، وتولى وزير الاعلام في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، وتولى رئاسه الهيئه العامه للاستعلام في عهد الرئيس محمد انور السادات رحمه الله عليه. عرف بقربه من الرئيس حسني مبارك السابق وقربه من جمال وعلاء مبارك ابناء الرئيس السابق. أولاده، عنده ولدين وبنت، أولاده إيهاب وأشرف وبنت واحدة اسمها إيمان، زوجته اسمها إقبال محمد عطية، وزوجته تنازلت عن أرض أيام ثورة يناير قيمتها 44 مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع. الأرض دي كانت في الإسماعيلية، تنازلت عنها للدولة. توفي بعد صراع 6 سنوات من المرض مع سرطان الدم. طبعا نقل من محبسه إلى مستشفى النيل منذ حوالي أسبوع تقريبا لحين توفاه الله عز وجل. ندعو له بالرحمة والمغفرة. وطبعا الناس هتقول ده راجل ظالم، راجل مفتري، الكلام ده يا جماعة اذكروا حسن موتاكم، هو مات وفي ربنا حكم عدل سبحانه وتعالى، فهو بين ايدين ربنا بيسأل، ونحن لسنا عليه حكاما ولسنا عليه بقضاء، لا، في قاضي عدل الله سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبه، لعله يكون تاب الى الله عز وجل في محبسه وربنا تاب عليه، لعله، محدش عارف الكلام ده كله، ولكن في خصومات مع العباد، ودي طبعا هيحاسب عليها الانسان يوم القيامه، انه اخطأ في حق الله او في حق نفسه وفي حق العباد. فالخصومة مع العبد، لازم العبد يقتص منك يوم القيامة لأي شخص ايا كان. ننعي ببالغ الحزن والأسى لكل المصريين وفاة صفوة الشريف رجل السياسة المصري. ما تنسوش لايك وشير لقناتنا وقناتكم الجميلة مصر حضارة سلامة رمضان. بحبكم في الله، وبشكركم على دعمكم الكبير قوي ليا في اليومين اللي فاتوا، بحبكم كتير قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.